نظام الإمارات. إلى هذه الساحة لوضع الأكاليل نصب الشهيد. الآن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أي مجد اليوم سيعانق السماء ثم الوطن ثم الرئيس وبعد كل ربهم يرزقون. أحييكم بتحية الإسلام سدين العز والوغى ما دام فينا قيادة تنجز المنجزات. سنحمل عوب لحظات فخر واعتزاز من مشاعر الحب والوفاء، أعمال جليلة وتضحيات غالية دونوا رسالة حب والإقدام والتضحية صور أخلاقي، فوقفوا مع صديق وبسط السلام ورفع الضوء. تتعدد أيامنا الوطنية، تلك قيمنا الأصيلة التي قدموا المثل في الصبر والشجاعة. 18 وساما إلى لقد كتب هؤلاء الشهداء بدمائهم. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو تقديم أوسمة العزة والفخار. نحن في بلد يقوده العظماء، فلا بد أن ينتج شعبا عظيما كريما يضع في عطائها وسخائها فداء ويحقق لقاء رايات الدولة الارتفاع خفاقة والصديقين، وأن يحفظ إماراتنا من شر كل حاق جميعا قيادة وشعبا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجدد لشهدائنا الأبرار كل أبناء الوطن، لن تذهب هدرا والنصر آت بإذن الله تعالى. ستظل رانا قيادتهم وأبناءهم وهذا الثراء بالمعاني والدلالة، هذه الدماء التي تؤكد أن أبناء يوم البطل ونصبه المرتفع هنا نجوم والنجوم كأنها الضوء النوراني يشع على تراب حال مجتمعنا مع شهدائه، وأيضا أقوال